مشاهد مصورة حصل عليها تلفزيون العربي قيام الجنود الأمريكيين في الجزء العسكري من مطار كابول بتحطيم مركباتهم وتجهيزاتهم قبل مغادرتهم أفغانستان بشكل نهائي. كان الجنود الأمريكيون قد حطموا كل الأجهزة والمركبات وطائرات الهليكوبتر والمعدات قبل مغادرتهم البلاد حتى لا يستطيع مقاتلو حركة طالبان استخدامها. Microphones banging, Wu-Tang slang, I leave your head peace.